أود أن أرحب من جديد بمعالي السيد وزير الشؤون الخارجية اليمني الذي يؤدي زيارة هامة جدا وتاريخية إلى تونس. هي أول زيارة لوزير خارجية بعد 2010، وهي زيارة مهمة لأنه مكنتنا الآن المباحثات اللي قمنا بها على أولا مكنتني باش نعطي لمعالي الوزير صورة على مختلف المراحل والتطورات اللي عرفتها الساحة السياسية في تونس، وكذلك المسائل المطروحة الآن على الساحة في المستوى الاقتصادي. كانت أهم من هذا مناسبة مع الوزير، أعطاني بسطة معمقة ومدقة حول مختلف المراحل اللي عرفتها القضية اليمنية، والدور الذي تقوم به الحكومة الشرعية في اليمن لإرجاع استتباب الأمن ويعني المحافظة على وحدة اليمن. وكما تعلمون تونس يعني تساند هذه الحكومة الشرعية، وتعتبر أنه لابد الآن من الأشقاء اليمنيين أن يتوجهوا نحو الحل السياسي طبقا لمبادرة دول الخليج، مجلس التعاون الخليجي، وكذلك لمقررات مجلس الأمن. أكدت للسيد الوزير، وسيلاحظ أيضا في لقاءاته المهمة مع السيد رئيس مجلس نواب الشعب وكذلك مع السيد سيادة رئيس الجمهورية غدوة، أكدت له موقف تونس الثابت في دعم الشرعية اليمنية ووقوف تونس إلى هذه الحكومة الشرعية في سعيها لاستعادة اليمن استقراره وأمنه. بدعوة كريمة من أخي خميس الجهناوي وزير الشؤون الخارجية التونسية، وهي تعبير عن فعالية السياسة الخارجية التونسية في هذه المرحلة، وهي ترأس الآن المجلس الوزاري لوزراء الخارجية العرب، وهي تطلع على القضايا العربية وتناقشها وتسهم في حلها. وضعت أخي معالي الوزير في صورة تطورات الأوضاع في اليمن وجهود الحكومة الشرعية ممثلة فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي من أجل إعادة الأمن والسلام والاستقرار إلى اليمن وإنهاء الانقلاب الدموي الذي قامت به ميليشيا طائفية وبقايا النظام السابق علي عبد الله صالح. شكرت لأخي معالي الوزير موقف تونس الداعم للحكومة الشرعية وللشعب اليمني ولوحدة وأمن واستقرار اليمن الذي عبرت عنه تونس في أكثر مكان ومنها المحافل العربية والدولية من خلال سياستها الخارجية، وهذه فرصة لتبادل الآراء. أيضا اطلعت على الأوضاع في تونس، والحمد لله أن الاستقرار في تونس هو لصالح الشعب التونسي، وأن تونس قطعت شوط كبير في بعد ثورتها من أجل الأمن والاستقرار وأيضا الديمقراطية التي تشهدها تونس، والتي هي عملت انتقال ربما مميز في دول الربيع العربي استحق فيها الشعب التونسي الحريص على بلده وعلى أمنه واستقراره التقدير من الأمة العربية ومن العالم، وأعبر عن تضامننا مع الأشقاء في تونس في مواجهة الإرهاب والذي نعاني نحن أيضا منه في اليمن. ونحمد الله أن تونس تخلصت من الكثير من المحاولات لإدخالها في دوامة الإرهاب، وأنها تستعيد عافيتها وتستعيد دورها السياسي العربي والدولي وتستعيد سياسة خارجية نشطة. هذه الزيارة أعتبرها هامة وتاريخية لتونس بعد هذه السنوات الطويلة في التحولات التي حدثت في تونس في اليمن، ونحن نأمل أن يكون استقرار تونس مساعدة لنا أيضا في اليمن لأن نخطو خطوات نحو الاستقرار والأمن والسلام.